مرحبا بكم ورجعنا لكم في أمور جدية معاكم كريم الغدلي مريم بن ناني وسيمي جالو خولة سليماني فيصل الحريري وبيا سردي هاي سيدي بمشي وتدسويت المقبول مش مقبول يا مش مقبول اي مقبول ولا مش مقبول باش نوريكم التصاور ايوه بما ان نعيشوا على وقع القمه العربيه ايوه هاي القمه قولوا لي مقبولين التصاور هذا والا لا طب مقبول الرؤساء العرب يغطون في نوم وسبات عميق مش مقبول. مقبول ولا مش مقبول؟ مش مقبول مريم مقبول مقبول خاطر اي سي تروف كو التصويره هذه تاخذت في ان مومون دو ريبي معناتها وخرجوها ما واحده تعرف تونس نبارة على الاخر خذاوهم تصوروا وبداوا ينبروا عليهم وقتها فما شكون يلقي في خطاب اي ما انت اون بلان اكتيفيتي فما هذاك قص عليك سامحني انت عجل هذاك جزر القمر والله قام كان اليوم صباح وهم رايحين يحكي لي شكون والله من اللي مشى للقمه وراقد هذاك قريب مش خارج مش مقبول احنا بطبيعتنا حالتنا الرف هذا الحلم العربي يحلموا معناها هم الحلم العربي وريت لي انا اللي هباهتني فيها تو احنا بطبيعتنا العرب علاش علاش يتقابلوا هم علاش قاعدين يتقابلوا الرؤساء العرب حتى كان جاو فايقين ما عندهم باش يحكيوا ريتهم يجتمعوا ويعملوا ويكلوا يزمروا فلسطين قاعده تتقسم بالقرار نتاع ترامب الجولان السوريه معناها باش يحطها مع اسرائيل مع اسرائيل معناها اسرائيل قاعده داخله في سوريا وهما يتقابلوا ريتهم يفكروني فيها شكل فما واحد مسكر الحومه وعبانديه في الحومه وفما كل بعد ما تطفى الدنيا عرفت بعد ما تفرغ تتفضل المشكله يخرجوا في رومبوا كي يبداوا هذه كان سيبني علي راني عملت يفلموا كي كوحدهم هذا بتاع جزر قمر معناها ما فهمتش ما شمش جايبه شكون هذا شو يعمل معناها؟ تو انت تتصور يشد فوق شد بلادك يعني سي باجي رئيسنا فيش يحلم؟ شكون؟ باش يحلم شنو هي الحلمه نتاعو؟ يحلم بخوله ما هو كبير مانيش عارف يحلم بصفوار يحلم بحافظ ولده ولا يحلم كلامه صحيح لعله توفى هو حي يحلم ندفع عليه لا والله تعذر الباجي تاو يرقد صح ندفع عليه تبارك الله 780 عمره معناها وهذاك اللي فوق مش والله فما فك الكواسر عرفتوا كواسر اللي فوق هذاك تاع عمان والله هو ذل اللي يمثل شقيف ايوه فما ديسانيمي اللي عملوهم بك الطين عرفتوا ماكي شبال الحقيقة أنا قلت مقبولة علاش؟ على خاطر الصورة هذه باهية للتاريخ سجل لهم التاريخ الصورة هذه باش تقعد لنا في بالنا ومش باش ننساوها وهي تعكس الحالة الرثة اللي عايشتها البلدان العربية اللي هي راقدة مش لهنا ما فايقة بحد شيء وما همها في حتى شيء إلا مصلحة نقعدوا يا سيدي مع أشقائنا العرب ما نهربوش أخواتنا العرب نمشي وللجزائر نشوفوا الخبر الموالي فلة تترشح لمنصب رئاسة الجمهورية الجزائرية الفنانة فلة عبابسة اي سيدي مقبول ولا مش مقبول فنانة تترشح مقبول هات نسمعوا اشنو قالت يلا تراك خويا اش قالت يا خويا انا مواطنة جزائرية لو اخترتوني ولو صوتوا عليا كرئيس الجمهورية الجزائر بتأكيد أنه رح يكون مفاجأتك بزاف كبيرة الأولوية تاعي لو انتخبت كرئيس الجمهورية وأنا يعني أشكركم جدا أنه أنتو يعني لما لا أنا مواطنة نوعد الجزائر ببرنامج غني جدا ويخلص كل مشاكلنا شكرا كل مقبول ولا مش مقبول؟ قبول ميغان قبول ويقول لي ماشي في حالتها الطبيعية هي عملت عملية جراحية لا ذي أنا عملية جراحية قلت لك عملية جراحية عندي قاعدة جراحية ذي ظاهرة خارج هو من حقها كمواطنة جزائرية باش ترشح معنا الانتخابات وخويا ربي يهدي اللي كان سبب هذيك ذولي تاع جزر القمر زاد لها ذولي الكوموند تاعك هاي كريم
مش مقبول وزيد مثلا زيد اكدت لي انه مش مقبول الكلام نتاعها. انا قلت زيد مش مقبول وبعد قلت لعل فنانة اون ارتيست ينجم تكون عندها معناها برنامج ولا عندها ما تحكي معناها تزير راه بلاد كبيره تزير شدوها جنراليات وقالوا بلاد مليون شهيد تزير تستحق انسان كومبيتون انسان كي يتكلم قدام كاميرا مواهر مش واحده مقرمشه لارتال ولا تعمل لك معناها برجولية. فما حاجات مش كل شيء ما يعوه في البلاد ولات كل حاجة الحقوق. أي واحد عنده حق رئيس دولة يطلع واحد ويطلع أي واحد يقول لك أنا هشام النقاطي يقول لك ما كيفك حد أنا نحب نشد رئيس دولة ولا رشدي علوان ولا فما قيمة متاع بلاد شلكت الدول العربية هو رشدي رئيس برأسه يحك رأسه وهي. يخطف فوق الطاولة بدأ ينقز من طاولة طاولة ولا هيكل عالية هي راهي فلا ديما تحب تعمل شو تحب تحير اسمها وفي كل مرة تعمل حكاية مش عادية. أنا الحقيقة مقبول إنه امرأة اليوم تترشح رئاسة الـ أي بلاد عربي وخاصة تونس ونتمنى نشوف امرأة في رئاسة ايه نحكيو على تونس. فلا احنا على فلا نعرف سينو فلا الجزائرية بالحق الجزائر العظيمة بلد المليون شهيد تستحق أحسن برشا الحقيقة. كان نسألكم تردو تابل صغير في صافي صح شكون فنان تونسي نجمو تراوه رئيس تونس اي ومن حق كريم فنان سرعة فنان تونسي شد رئيس تونس ترا رئيس لتونس بلي كمل وارجع لي خمس لا انت يغني ولا فنان تكون فنان شمس الدين باشي شو شمس الدين عليه ما ضحك شو شمس الدين باشي اي انا رأي يكون رئيس جمهورية يا سور انت هكا كنا باي شتوليو؟ نوليو مصر الكل شدوا ثنية فهمت؟ فليت شنيبش ماري شكون فنان تونسي تراه رئيس تونس؟ شريف علوي جو تخوف كيلا بوكو دو كلاس بوكو دو كاريزما عنده كاريزما ما قول اي كافون شد رئيس تونس كافون مثلا رئيس جمهوري باهي يا يو يا يو يا يو خطابه يبدا كيك رجاء فرحات مثلا رجاء فرحات فايز زينة القصرينية علاش؟ خاطر كانت تصير لنا أزمة مالية تنجم تعمل لنا غنيتين في البنك المركزي يرشقوا عليها نعيشوا بفلوس الرشق. خاول نرمين صفر. ها؟ نرمين صفر. نرمين صفر علاش؟ علاش قلت وطفي؟ تقدس عندها برنامج ديجا وتقدس العلم معناتها. تقدس العلم. قدك على برنامج هكا تشد رئيس الجمهورية. ظاهر برنامج ايه ما ظاهر هي هكا قالت ظاهر برنامج. شنو هي شنو؟ عرف هذه الناس اللي نرمي نصفر اما انتو كاريتا ياسر تحب تونس تحامي على تونس وعلى تونس دونك ترى هي في منصب رئيس فنانه شفناها رئيس رئيس جمهوري احتفلت بعيد جمهوريه وكل دونك تنجم بالحق ريناية كيما هي ما فماش مشكل صحيت ريناية على طبيعتها الخبر الموالي طب اربع اشهر سجنا في حق مواطن سرق علبه من مغازة بتونس العاصمه علبه تن مش مقبول حكه تن تعرف عليه حكموا عليها اربع شهور حبس عيب مقبول ولا مش مقبول؟ عندوش مبرر مي قالوا مش مقبول مش مقبول هذا ما دام وصل بعد داخل مغازا باش يسرق حكه تن كان جاي حاجته باش يسرق او سرق حاجه خضار جيعان سيد ما في حلول اربع شهور حكم باش تبعت لي سارق الله اعلم على تبع فيه مسيكه خذيته من عنده فما انا في حسب ما نعرف عندي شكون في المغازا ما هو ديما غادي كان كي تاخذ حاجه غادي فما نقضي الدار ديما نقضي ديما تقضي ياكل ياسر في الدار فهمت الحاجة اون برانسيب اللي يسرقها هي فوا كات ولا فوا سانك يخلصها فكا في يطلع وانتهى الموضوع وانتهى هذا اربع شهور سجن بيا مقبول علاش بيا مقبول؟ على خاطر الحقيقة ما نشجعش السرقة مهما يكون حتى ولو حاجة بسيطة لا سامحني حكة تن توانسة الحقيقة معناتها أنا ندخل لكونت سيرفاس ونشوف فتصات يجيك حد يقول لك بربي نحب كل حاجة ولا نحب تمد الناس وتعطي من غير ما والله تعطي العباد تعطي العباد حكا تون ابخي تو ينجم يطلبها يطلب من العباد ينجم ينجموا يعاونوه ويخلصوا هيلو معناها سرقه لي مش مقبول الحكم اربع اشهر معناها قاسي برشا قاسي خاطر حكا تون ماهيش حكايه كبيره معناها بون انا مانيش نشجع على السرقه خاطر ينجم يكون يسرق عظمه غدوه يسرق بقره معناها ما يسر اربع اشهر بالليل التوضيح حكم تون مش ب 2500 هو سعر. هو شقول سيد يقول انه عنده عائلته معناتها امه امراه كبيره ويوكل في اخواته صغار وما عندوش فلوس وما في حلوش يسرق الحكه الله غالب كذا يسرق يقعد الحكم قاسي ولا مش قاسي قاسي مريم باركونتر مع الحكم انت
اي انا بور موا كي فولا نوف فولا بوف اما معناتها جو تروف كو اربع شهور معناتها سي انورم اون بليس احنا ما عادش عندنا بلايص في السجون باش نحطوا معناتها في السجن عبد سرق حكه على اربع شهور احنا بطبيعتنا ما عادش عندنا بلايص في السجون خاول في الدول المتطوره يبداو بالكبارات يبداو بالوزراء بالرؤساء بالكل هذوك يطبقوا عليهم قانون لازم الحكم يطبق عليه الاولين وبعدين ابخي تو هو سرق حكه باش معناتها ينجم يكون حشم كما قلت لك قدام يعطيو نجم تطلب نجم يكون هو حشم ما حبش يمد يده للعباد باش يطلب ولا يمكن نطلب وما لقاش شكون يمد له فلوس سرق يتعاقب سي فغي اما مش اربع شهور في البحث راه يحكي لك لغه نعرفوها راني اللغه ذايه فاهم هو كي ما جيش يسحق علاش يسرق حك التون نتجاوزوها نتجاوزوها يا جماعه السرقه هي سرقه اما في السرقه مستويات تو يقول لك مسكين براكيف لا في باب الخضر ما لفيت واحد انطر وحدك يداروا بي امي مريضه تبراكي عباد الناس بلاد الناس فرق بين حك التون مش كيف التون معناتها ظاهره باش تاكلها ولا باش تاكل صغار انا عامل السرقه مخاوله وصلت فكره باب سيده السرقه هي سرقه اما الحكم قاسي الحكم قاسي يلا كي كنا صغار كل نقولوا هكاك حتى نقول لك خصنا نتوما وراس الكعبه الشريفه انتم يا سيدي اللي تتفرجوا فينا نذكركم انه في امور جديه بامكانكم انكم تربحوا سكودا تبعثوا حرف ا للرقم 85 810 قد ما تبعث اس ام اس قد ما تكون حظوظك في الربح اكثر الاعلان على الفائز ويجهز كرهبته نهار 23 افريل سكودا فابيا نمشيو تو دو سويت الموهوب ولا مش موهوب موهوب ولا مش موهوب نستقبلوا مع بعضنا بدر وفرح مرحبا بدر ومرحبا فرح قداش عمرك فرح؟ عمري 20 مرحبا بيك لالا اش تعمل في الدنيا؟ نقرا مرحبا بيك وانت بدر؟ بدر الخويل دي 20 عام ونقري ميوزيك تقري؟ 20 سنة؟ لا لا اي دبلومي من تروا كونسرفاتوار يعطيك الصحة مرحبا بكم اي حسب رايكم يا جماعة موهوبين ولا مش موهوبين؟ اي ظاهرين ظاهرين موهوبين فايز موهوبين يتعاركوا بالفوكاليز خولة اي موهوبين يا باند ظهر لي وهي تعزف بالعكس متى يتغني هو يعزف ظهر لي كريم لا العكس يا موهوبين فيش مش حملها تجازة ويجري بها كده ديما يهزها ويجري بها مريم بس هي تغني وهو يذف في النوم يعني. حاجه ما ميغالو مادام موسيقى نتصور موهوبين اما السؤال معناه تافه اللي سالتوه شو سؤال تافه ما دام في الموسيقى شو باش يكون هيا تغمض او يتخبى بعد ما ترجع لها انت قلت شعب موهوبين شو تافه تافه هي تافه 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 اش بينات هبط بيا غادر البلاتو حالا اخرج برا اخرج اخرج لا 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 ليش نبي علي لا نور غادر البلاتو حالا ما يتكلم حد والله العظيم انا ما نخش اخرج احترم نفسك مرجان استنى 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 اخرج ايجا ميغال ويجا ادخل لا لا التليفون ايجا التليفون كوك سايق يخرج ميغال ونخرج اقعد غادر لا لا عندي شكون اقعد برا اخرج عندي شو التيف والله ميغالو 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 هاي ميغالو والله تغشش بالراس ميغالو يا ميغالو هو جد عليك والله رجعت مع الزفام هما في الاولاد خاطر عيب وانا اللي انت اللي قلت لي يخرج شنو بايش عايش نكتشفوا موهبكم يلا نكتشفوا موهوب ولا مش موهوب يا ميغالو هاي المفاجاه قدام عينيك تفضلوا يلا يلا يهون الليل وسهر الليل واحزان ويا لله مهما يطول عذاب نقول همي
يا لله ويا لله دم دم دال دن كابن كرو يا براغا ليل من ليل سهر يلي تاغت باني كرباني ليل من ليل ياري ينسب لك هيا جينا سر باني ليل من ليل ليل من ليل يعطي أشقاكم يا جماعة. محليهم محليهم. أقول لك حاجة، أنت تعرف تغني علي، تفهم الطبقة اللي غنيت فيها قديش صعيبة علي علي علي. يغني مليح. عندك مال؟ أي غني مليح. نخرج. الطبقة اللي غنيت فيها صعيبة برشا. أي طبقتها صعيبة. صعيبة ياسر مشروع. برافو ليكم محليكم. حتى هو محليك يغني بتركي زادة. وحتى هو زادة بالتركي زادة. أي محليهم زوز. تركي بالحق هذاك التركي يدخل فيه. أي هي أصل الأغنية لحنها أصله تركي. ليه خاطر قعدت. أصلا تاع إبراهيم تتليس تركي. شو اسمه؟ إبراهيم تتليس. معروف. معروف فنان تركي كريم قال في بالي كبير مش تركي. برافو مرحبا. تسمعونا حاجه اخرى؟ سمعونا حاجه اخرى صغيره. عندي موال صغير نحب نغني. باهي تفضل. موال ما نديرش اسمه. يما يا يعطيك الصحة حنان وجلال. يعطيكم الصحة. فرح فرح وبدر. فرح وبدر يعطيكم الصحة. بارك الله عليكم. فرح وجلال. ما خاطر صوتها كله حنين هذاك علي. خاطر صوتها كله حنين. انت عندك شو انبه عليك انت وقت اللي انا نبدا نقدم انت تسكت. تصفيقة كبيرة عليهم. يعطيهم الصحة. يعطيهم الصحة. راو راو مواهب. في موهوب ولا مش موهوب؟ رانيا شقرون. رانيا شبيك خايفة هكا شوي؟ لا مش خايفة. خايفة منك شو؟ يا عادي. قداش عمرك رانيا؟ 21. ألو شو تعمل في الدنيا؟ تقرا؟ لا لا. قريتها بطلتها على الموهبة. تعجن ملاوي مش نورمال.
عجنة مخك يا أخي، خاطر أنا جيعان تورا. أنا شخصت لو كان عندها عجنة وريك لا وريك. ما هو برفتك عليك معناها تعجن شابات. عندها صوت حلو. عندها صوت حلو، مي قالوا؟ موهوبة، تظهر لي موهوبة، مادام بطلت القراية على حاجة باز موهوبة، وتصور في الغناء خويا علي. خول. أي تغني أما تغني أوبيريت والفازات هذوك. تقول أنت هكا. هكا صوت. مقلو قد تحارب حمار. تحمار. يظهر لي من. أما الظاهرة نفادلك، أما الظاهرة موهوبة عندها حاجة. فما حاجة، فما حاجة. طيب. تعجن تعجن حاجة. موهوبة بالحجم. موهوبه بالحشمه. تشوف الحشمه كيفاش باش تطير بعد. في فوفار الحشمه كيفاش باش تطير. انا والله نقول بون هي ما كرهاش في الحقيقه تبطل قرايتها خاطر اهم شيء هو القرايه. نشوفوا الموهبه باش يحل مكتب وحدها. اما نتصور تغني تغني. غاد يلا سيدي نكتشفوا مع بعضنا مع رانيا موهبتها. يلا رانيا. طيف أنقى من زبد الأيام أنقى أمي 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 همساتها أحلى منا سكنت قلبي كلماتها باتت نجوى سأخاك ترعاه يدها لا تنسى أخاك ترعاه يدها لا تنسى أخاك قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمنا في هدوء الليل من هو الصعب لا تخشى المرمى هي كن حسن الخلق مع الخصم فأهدافك أسمى كابتن ماجد كابتن ماجد كابتن ماجد كابتن ماجد عاد إليكم من جديد هتعرفون من هو همتر مخلوق حلو صغير همتر يعيش في بيت لطيف يدور في تراب خفيف هل تعرفون من هو همتر في فخ غريب وقعنا في أعلام الأرقام ضعنا كيف الهروب كيف الهروب من أين قريب نعلم أننا لن يعيدنا الأمل من عالم الديجيتال لا للعمل معا يد في يد بحثاً عن الطريق هيا سابق لا تتردد لاحق فالفوز مؤكد لا لن يهزم أبداً من سعى نحو الانتصار لا 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 يختصر الغامض والمثير يستنتج بالعقل الكبير كان الرجل الصغير يسعى دائما المحقق كان يبدو واثقا يعمل جاهدا لا يخشى المحن المحقق كان أسرع فالزمن رانيا يا
يعطيها صح. لا لا مو مش ناخذوا اغاني اخرين خاطر هذا كان ثاني ما خلطت عليها والله للمحقق كونان رجل الحجر يعطيها الصحة تبارك الله صوتها الله وحده مش عادي الكوميكيات براءتك الكوميكيات فهمت علاش بطلت القرايه قاعد تفرش الكوميكيات تبارك الله عليها لا لا يعطيها الصحة حتى في العزف وفي اللغة والله روعة توا باش تسمعوها في اغنية بالانجليزية الور لا تبعوا معايا يلا رانيا تحية كبيرة ليها تصفيقة كبيرة على رانيا برافو أشقاك بي صوتها أحكي لحرير ملائكي محلى صوتك وبس كلمات الغناية بتاع الثانية تحكي في قصة معناها بربي سمحني يا عبقري شنيا قصة فهمنا أشقاك تقول بربي الجملة الأولى بالإنجليزية شنيا هي بيبي when we are together when we are together يفسرها لي بالعربي بيبي كي كنا مع بعضنا كي كنا زيد الجمله الثانيه لحظه ديجا بالعربي لحظه when we are together when كنا مع بعضنا كمل الثاني doing things يا مش doing things مش بخاف من الانجليزي نحكي انجليزي ما تخافش مني شنو doing things انجليزي ده يا كمل معاه كمل معاه راجل that we love that we love هذا شنو نحب هذا شنو نحب شكون حبلة that we love هذا الحب معناه اللي نحكيوا عليه اللي في قبل كريم when you're together hat me ho hat me spin hat me spin عزف له عزف له happy spin happy spin ho oh baby when you had to hear honey 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 try كريم 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 والله ما اعرف الغنيه مش ايش رايك رانيا في الجميع اللي موجودين اسمع قول الانجليزي بتاعي في الانجليزي بتاعك دو هاو هاو انا اللي عجبني انه ما خاف رانيا نجم نعطي شنو مشاريعك المستقبليه ايش باش تعمل عندك عروض عندك حاجه شاركت في فانتا اكاديمي اي اف ام وان شاء الله الكونسير على قريب ان شاء الله بالتوفيق ليها تصفيقة كبيرة على رأى زيت تتكلم عندما تقول عندما تقول شنية شنية زيت تتكلم أنا أي بخلاف هذا بخلاف هذا شنو بخلاف هذا تجمو تابعوني عشان تشوفوا متايرين شكلوا فوالا واضح يلا تحية كبيرة رانيا يعطيك الصحة هاي رانيا يعطيها الصحة نمشي تو سويت مع صديقنا خليل في خليل جيوغرافي يس الواحد من ابريل سنه 89 و900 و1000 ولاده اخطر الكائنات في الحومه انه كائن الكذاب ويا حمدي انا في التاكسي انا قريب نوصل لا مش صوتي بالنوم التاكسيست مقرب بعدين يا أعتقد نوصل إن كان ممكن. عندما قمنا بتحليل جيناته اكتشفنا أن لديه نوعين من الطلقات. إنه يطلق الأكاذيب ويطلق الريح أيضا. بون شعري طويل كما كريم الغربي.
عندي كاكا من تالي هاي. بدني بريس كيما كريستيانو رونالدو، غير هو يفوتني بالفارات متاع ساقية هكا، هو ما كيف كيف في الميزان. أنا ديجا توا نحكي معاك من الصالة، في الصالة نترينا، وأنت فاش تعمل يا روحي؟ أنا ناكل في كريب وشوكولا في الكوجينة. مي حبيبي تعال نعطي نكلمك، بيزو با. مش تعدى البنك نجبت 50 مليون، قسمنتو بالله وبعتها وتعدلت. لحظة فما دورية قدامي، لحظة طنعت نقاري ونكلمك. هاني قاريت هاي كيفاش قلت لي؟ باخير باخير، تفضل خويا. نحب ناخذ قرض 50 مليون. فاش تخدم انت؟ سنثبت تثبيت تنقلب النمر. طيارجي سوق طياره بيلوت. جبت ورقك؟ خليته في الطياره البر. برا جيبه من الطياره ويجا مال. والله قريتها بعيد شويه خاطر خايف من الشنقير. قسمتوا بالله. تتجاوز سرعه تسديدات الكذاب احيانا سرعه الصوت. على بكري القاعده اليوم؟ لا يا اخويا، جاب لي مريول من كندا مصنوع بالثلج مش نهز نغسله في البريسينك. تحكي بالرسمي؟ قسما انت بالله. يدرخ تشوف؟ لا لا يا اخويا، يذوب بالشمس واحد. لا لا يا ودي يذوب. تلبسه في الشتاء وتشوف. واه. بونجور حبيبي، انا حليت الكام. انا تو في الاوتيل، جو يفتق قسما انت بالله. شويه اخر ونتعدلك، اوكي؟ نعمل بيسين ونجيك. يلا بيزو. يا اخي باش تفهم، قسما انتو بالله. امي هذيك، امي بريس كان داد انا وياها، راهي اكبر مني بعامينك اهو امي. وسع بالك هاد مرتي، راكش بيه ما بدلكش بالدنيا راني. شريت الحيط هذايا حتى كي نضرب بوني نورمال ما نتوجعش، يدي اقوى من بطمان انا. شو ريت نورمال ما توجعتش؟ رد بالك على روحك. يعطيك الصحة خليل، يعطيك الصحة خليل، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة. قسمنتو بالله ربريك. قسمنتو بالله. قسمنتو. يا سيدي نمشي ونبدلوا شوية جو. نستقبلوا مع بعضنا بليغ وصفوان المعروفي. هاي مرحبا بكم، بلاش تطمنونا تو. هاي برا يلا. اوبس بس باتي انا عارفه من بعد شنو بيه. يتكلموا مع بعضهم. شو سبحان الله. تويما لا لا صحاب قبل كل شيء. هذوما باش نحطوهم لهنا، ما لازم حتى حد يعرف شنو فيها. تعرفوا من بعض بيه. ولهنا عندنا كارنيات. لي كارنيه هذوما فيهم كل كارنيه يحكي على كونسيبت. مثال الكارنيه الاول لهنا عندنا فيه وري حتى الكاميرا هنا. حيوانات جزا زرانا عليه. فما حناش هنا. حناش اللطف يا ولد. طانا وريك شو حناش بالرسمي. لا لا هاي برا تقال حناش ما ريتوش هو من ديك. الكارنيه هذا حناش في كارنيه. لا اسمكش الكارنيه الثاني فيه اش فيه؟ حاجات تتشرب. دي بواسون ديريك، كافي، جو، ماء، برشا حاجات. وثالث وثالث كيف كيف ثالث فيه ديزوتي، حاجات يبنيو بهم معناها طارق قادر شنو مواد بناء نستحقوهم في البناء مش مواد بناء منشار بال طارق قادر حاجات كيما كيك بي. واللي هي واللي بوشيت نتاعنا فيهم حاجات من بعد انا عارفهم شنو. اوكي بي غادي هيدا دا باش نعطي من الميزوس دونك اخو كريم ومريم باش نعطيك هذايا اللي كنت خليك هيك ساعه قدامك خليهم غادي فوق الطاوله. ما تحلش. من بعد فسرتهم شنو تعملوا به. لحظه برك. كريم كل تحطوا فوق ايديكم. فوق ايديكم. كارني؟ ما نحب حتى حد يغزل الاخر. عندك واحد انفيزيبل؟ ما نلاه في ذاك. كل واحد يحط الكارني في يده، نحبكم من غير بالزهر معناها، مش معناها تختار انت. بالزهر تعمل هكايا، وقت اللي تحب تقف، تحفظ الكلمه وترجع وتسكر وتهبط لوت. غير ما تغزل. لا ما تغزلش. وين تحب تقص؟ حتى حد ما يغزل. كل واحد يحفظ الكلمة في القدام، قص في البلاصة اللي تحب عليها. برا. قولوا ايش الكلمة؟ هاي ما تقولش، احفظ الكلمة. وي. اوكي يا فريد. تفضل. احفظوا الكلمة.
سي بون لقيت كلمتك؟ كل واحد ياخذ كلمتك. وانت سي بون مريم؟ ايه. سيي؟ حفظتها؟ اي. سي بون، هبطوا الكرنيات. دونك لهنا عندنا الباكي الاولاني. نورمالمون معناها الحاجات اللي تخموا فيهم هكا باش تقولوا موجودين هنا هكا ولا؟ ولا؟ ترى قول لي شنو انت مثال؟ قول هالكلمه. اي قول هاي. ماء. ماء؟ ماء؟ اوكي. ماء. دونك لهنا نشوفوا اش عندنا. خرجنا السونات الكل. لحظه لحظه. لا 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 يمكن لا 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 شنو اخترت مريم؟ نقولوا ما تقولش تمساح ولا حاجه شي يخرجون بواسون 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 بي سمك بواسون او توما بن علي لا شنو هذيك؟ مفتول بابي هكاك بالزهر وحكايه نتاع زهر الكل شدك يا لحظه بي ما نعرفش حتى انا شنو دخل البابي شنو دخل البابي في ال اما هي قالت بواسون هكا ولا دونك عندي فكره مش هذايا ماء؟ مش حوطة تعيش في الماء؟ ولا تعيش في الماء؟ هكا أكواريوم؟ صحيح ولا؟ باهي لحظة برك هذايا الأكواريوم نجربوا نحرقوها ولا حاجة؟ أي أي عندك بريكي عندي عندي بريكي عندي شعول عندي شعول تحرقوا الحوطة ظهلي عندي لهنا بريكي سي بون سي بون خل ظهلي عندي بريكي لهنا باهي؟ 1 2 إي 3 ولا ثم عود يا حوطه لازم نشوف الحوطه حوطه بالحق والله شوفها شوفها يعطيكم الصحه حوطه حيا تاع شكون الحوطه نتاعك انت شوفها هي تخليها جرى حباها هكا زين بها البلاتو بها الحوطه منين جبتها؟ منين جابها السيد قال لك احمد ربي اختار الحوطه شد بلاستيك باهي مش مشكله هذيك الحوطه شوف كي ماشي وتطلع شد زي فيصل انا زدتها مي انا زدتها مي زدت ماء هاي ماء تاع سبالة باش تعيش فيه حوتة خليها غاديكا فيصل شو اخترت انت؟ لوبجي اللي جا عندي عصا خشبية اي بسم الله وبالله عصا خشبية نبدع فيه بي عصا خشبية بالعربية دونك ما تعرفش قداش طولها ثم خاطر كاتب برشا عصاي غاديكا ترى شوف شو عندك نورمال ما عرفنا اللي انت باش تختار عصا سي بون خايبة ما جبتكمش عصا عصا طولها شنو؟ 2 سم 2 متر اي مناش خرجوا عصا من طول 2 متر هذاك علي حاطين لكم ورقه فهمت باش نحاولوا نصلحوا الحاجه اللي عملناها صفوان بالحق بالحق خاطر ما فهموهاش الجماعه باهي مش مشكله دونك شرجنا عصا 2 متر اللي ياكل كان جاكوب شوف جاكوب اهلا برك سبحان الله سبحان الله لا مستحيل سبحان الله لا لا تصفيق لا يعطيكم الصحة خلي العصا هذايا خلي العصا غاد ياكل بها ضربة كما قالوا تو يرجع مخو يستوي لا 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 بوكو بيسكو لو بواسون كيفاش راه خدمات هكا تصفيق كبير عليهم ميرسي بوكو يعطيهم الصحة ميرسي مازال حاجة أخرى لا لا سي بون يعطيكم الصحة بارك الله فيكم ربي يستر تصفيق أقوى عليهم يلا يلا نمشي وتو سويت مع صديقتنا رانيا القابسي في ميديا بوليس رانيا أنا أقرأ الفاتحة الوطنية الوطنية الأولى ولا الثانية؟ لا مش هذيك نحكيك على الوطنية متاع نواب مجلس التأسيس ورثنا السواعد بين الأمم تراه كما اللي تبث صخور لا سنة ورث سنة عطا الرحمن لازم ناخذ من الأولى نبداها بين الأمم صخورا صخورا هذا ندس فوق العالم باهي به ويباهي بنا فترة تلقى قصة قصة ولا سؤال هذا وفيها كمال لنيل المنى وفيها سلام وفيها سنن وفيها ما نعرفهاش
عملوا لهم تنبيه هذوم. وهاني جايتكم الجمعة الجاي، ريت اللي مش حافظ النشيد الوطني باش يعاودوا قدام صحابه 100 مرة. يا أخي نورمال سرقة موصوفة عيني عينك هكا برا وقفوا مولا القناة. من أي قناة؟ حنا بعد ما ريتوش في يده شمعة. يعني وضعوا أمانة السيد أرطغرل أرضاً سيد دوندار. ما دمنا متحدان لا يمكن لأحد أن يهزمنا. بنا تابيو مسن. كاو عاد مرة جاي حطوا فيديو تيك توك خير. البوندا نص جديدة. يوينهم ولاد مفيد؟ ماشي بتاع ولاد مفيدة، بتاع بنات فضيلة ذي. أنا ما يجيني شيء غريب من فضيلة، وعلى قريب طيوليو مشهوري. يا دنيا يزينا يزي مكاسينا. عرفتوا فضيلة؟ بنات فضيلة برا عاد توه باش ترسلنا اللوج. وشكون بوهم بنات فضيلة ذوما؟ أنا نبه عليك لونتي، صبيتك مش عاجبيني لأي مات جملة راه. رانيا؟ وي. يعجبك رجل فرطاس؟ إي يعجبني، خاصة كي يبدا فنان. شو قد فنان معناه فرطاس شعر عريان كيفاش معناه لازمك معناه تعمل عملية لازم كيفاش كيفاش لازم نفهمها لبويا هكا تقول لك الفنان أنت أنا هو نسيت قلت لك فرطاس هذاك. أنا عمري ما ريت حتى فنان فرطاس في العالم جملة. كنت بتحكي على الليفري ستار معناها ما عادش فما نجوم. تبعث برقية للتعاونية باش نزرعوا شعر للفرطاسة الكل باش يوليوا فنانين. أهلا وسهلا بكم في نشرة ميديا بوليس للأنباء. فاجعة تأتينا من باجة وقد هزت الرأي التونسي العام وهي واقعة الباجي والدجاجة. أكثر تفاصيل مع مراسلتنا رانيا على عين المكان. رانيا هل تسمعينني؟ أهلا خولة أهلا بكم. أحنا تو على عين المكان بحذايا أم الضحية وهاكم تشوفوا فيها مسكينة مش شوية على بنتها. الضحية بيدها أكدت لنا اللي الخبر ذايا ما فماش منه ومستاءة جدا من الشعب التونسي كيفاش فضحها وقطعها وريشها جمعة كاملة. السيدة ذايا حب يغر ابنها زقبل وقال لها إيجا تفرج بحذايا في ناسيونال جيوغرافيك في الدار. عيب راه. التمساح قتلته، كركدان تلعبوا فوقه، البهيم طهروا ودجاجة تعملوا فيها هكا. والله العاد فاهم أنا وشكون الإنسان وشكون الحيوان. كانت هذه آخر عناوين الأنباء. دمتم بخير. يعطيكم الصحة جماعة ميديا بوليس الكل، يعطيكم الصحة. تحية أقوى من هكذا. هاي سيدي رميرسيمون. شكون عنده رميرسيمون بيا؟ انا بطبيعه العاده رميرسيمون الفاخر بيوتي سنتر. اما قبل هذايا عندي قبيله نسيتوني عندي كادو الخوله عاد وين؟ جدك؟ وي كادو خوله كادو من عند بيا احسن كادو. يعطيك الصحه بيا. بيا يعطيك الصحة. برافو برافو بيوت على بالحق. يعطيها الصحة بيا. هو قرنفل لا محالة ما تيها الصحة. لا لا قرنفل وفيه ورد. لا فلوغ روج فيه ورد. دي روز دي روز روج. كل الحكاية بتاعهم ولدت. هاي ميرسي بيا يعطيك الصحة. انفينيتي ميرسي على شنو؟ لا ميرسي لا الصلح وقت اللي يكون بالورد معناتها معناتها راك سلكتها بفرد. يقول لك الورد لا فرد. وهذا مش غريب على بيا. لا لا معناها قلب صافي. قلبها صافي وتحب الناس الكل بالعكس. يا فيصول
غوميرسيمون. نعاود نفكر باللانفولاين وعندي حاجه اخرى من بعد فيسع فيسع. انفولاين. اي لانفولاين نتاع مسرحيه راس ورويس 50 616 797. 50 616 797. بربي عليك انت تسمح معناها عندي معناها ك صفية ذياب مواطنة تونسية عمرها 27 سنة كما قاعدين نشوف في التصويرة محلاها مزيانة بارك الله عليها. صفية تسكن في الصخيرة تعيش على كرسي متحرك قصت على القراية متاحها وما عادش تنجم تتحمل المشقة للتنقل للليسي دونك وكملت تقرأ في الدار تطلب من أصحاب القلوب الرحيمة واللي تنجم تعاونها وترجعها تمشي على ساقيها وتنور لها شبابها. صفية العملية متاحها تتكلف 60 مليون حسب الملف الطبي اللي في تركيا. نشرت صورتها بعد معناها مشاورتها الموافقة متاحها. ثقتي في العبيد بالحق كبيرة اللي نجم يعاون صفي بربي 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 معناها لو ماكسيموم تنجموا تعاونوها فازي. رقم صفي واللي يحب يعاون صفي هو 58 870 074. واضح ميرسي. خاول بربي عاونوا صفي ديجا نقول خاطر تستحق معناتها المعاون برشا عبيد تتفرج فينا سومورا وباش يعاونوا قلوبهم بيا وكل. نحب نقول ميرسي فوتي مساجي على ليزونغ، محمد برقاوي على لاكولاغ تيزي عادة، مريومة ولوليتا هوني على المكياج والشعر وكل يوم، وبينكو على التنو الحلوة. واضح ميغال. أنا سيدي خويا حبيت نقولي لو 13 متاع الشهر هذا أفريل عنا عرض في بنزرة الأولاني متاع ميغال وشو باش يكون في نزل الاندلسيه في بنزرت نهار 18. نعطي نمره تليفون 56 150 883 56 150 883. شكرا لكم بارك الله فيك خويا علاء. هكذا نكون وصلنا الى نهايه لدينا. شو لافيش نتاعو ريتها؟ شو لافيشكم؟ ماري هوم نشكر فاخر بور لو ميك اب هكا نشكر فاخر بور لو ميك اب. لا مش بالي مازالتني سطا طويله. لا خلي من بعد مازالت قناه طويله. نشكر بينكو اللي شكرته خاوله. دخلوا في ستيفي بينكو وستيفي انا قدوا لي ديما. اكتر جد اكاهو وعمر الارتيست اكاهو وفيوليت كل اوكي يلا كل حاجه كثيره. هذا نحب نقول ميغالو كادو ميغالو قبيله القلوب صافي انا وميغالو. لا عاد والله ميغالو بريكيتك خذيتها من عندك رزح حالك. ميرسي مغيارين. تحية كبيرة أيضا. تحية كبيرة مغيارين. تحية كبيرة الملابس الشيشخان. هكا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الليلة. نتقابل إن شاء الله نهار الخميس الجاي. إلى اللقاء.